طيب في خبر كمان معانا رياضي برضو، شو النهارده في اخبار رياضيه، عارفين انا ما بفهمش في الكوره، فقال لك ايه ادوها كام خبر كده. اتحاد الكوره الحقيقه تعاقد مع الخبير التحكيمي البرتغالي بيريرا، يا رب اكون بقول اسمه صح، ان هو يتولى رئاسه لجنه الحكام الرئيسيه باتحاد الكره ويشرف على المنظومه التحكيميه في الفتره اللي جايه. انا عشان ما اتكلمش واقعد الخبط في الكلام، كابتن جمال الغندور بنفسه معانا على التليفون، رئيس لجنه الحكام الاسبق، هو يشرح لنا الموضوع. اهلا وسهلا يا كابتن. لخط قطع يا خساره. طب انا انتوا بقى جايين لي بقى في خبر، يعني انتوا هتجيبوه بقى انا في خبر الرياضه هقول ايه بقى اذا كنت انا مش فاهمه اي حاجه؟ مش هعرف اتكلم. انا يا جماعه معترفه على الهوا ان انا مش شاطره في الرياضه، فانا مش هعرف ارغي في الموضوع ده، بس هم قالوا لي في الكنترول ان هم هيجيبوا كابتن جمال الغندور. طب تحبوا انا على الخبر اللي بعده ولا استنى؟ طيب خلاص، كابتن جمال الغندور الحمد لله معانا عشان ما تفضحش على الهوا. كابتن جمال ازاي حضرتك، منورنا. اهلا بيك يا استاذه ريهام، تحياتي ليكي وتحياتي لكل مشاهدينك. اهلا، اشكرك اشكرك. كنت بتكلم على انه اتحاد الكوره تعاقد مع خبير تحكيمي برتغالي اسمه بيريرا، انا بقول اسمه صح؟ هو فيتور ميلو بيريرا البرتغالي، هو ده اللي هيكون خبير التحكيم في مصر ان شاء الله. طيب قبل ما نتكلم عنه، بما ان حضرتك كنت المسؤول السابق، تقييمك لفتره كلاتنبرج اللي هو كان قبله، ايه راي حضرتك فيها؟ هو انا بس صحيح انا ما كنتش مسؤول سابق. انا ده كاتبين لي كده ولا تفتكر ايه بيغلطوني؟ والله على كل حال ما فيش مشكله، لكن هو يعني احنا خدنا تجربه قريب يعني اعتقد من شهور والتجربه لم تنجح. وما زلنا مصرين على ان احنا نكررها. ده حضرتك اصلا معترض. لا لا عادي براحتك. بالتاكيد طبعا انا بتكلم بالمنطق. احنا يعني لازم يكون لينا اسباب. ايه هي الاسباب؟ يعني لو اسباب منطقيه اهلا وسهلا. ايه هي الاسباب؟ ان احنا بنستعين بخبرات اجنبيه في اداره التحكيم. لازم نعمل دراسه جدوى نشوف احنا هنستفيد ايه، او هنشوف ان احنا ايه الغرض من التجربه. يعني انا عايز اسال المسؤول عن الاختيار. يعني النهارده اللي انا شايفاه انه المجلس اجتمع برئاسه جمال علام واخدوا القرار ده. ده هو قرار كانوا بيفكروا فيه من بدري. ايوه، ولكن انا اللي عايز يعني اللي حضرتك مكسوف تقوله ان انت عندك تحفظ. يعني ايه هو الغرض؟ يعني ليه؟ ايوه، السبب اللي ما حدش قال سبب. هل من اجل تطوير التحكيم؟ ايوه، ولا من اجل ارضاء الانديه، او من اجل ان احنا نكبر دماغنا عشان ما يبقاش في دوشه؟ عقدة خواجة يعني نقدر نسميها. أو السبب اللي غير معلن بقى، انه في عدم ثقة في المصريين لإدارة هذا الملف. ده انا كنت لسه هسأل حضرتك، يعني واحنا ما عندناش كوادر تحكيمية تقدر تمسك المنصب ده؟ عشان كده انا بقول لحضرتك لما نكون عندنا اتجاه لازم ندرسه كويس، ولازم يكون احنا عارفين احنا عايزينه ليه. وجهة نظري السبب تطوير التحكيم مش موجود، لانه لما نعوز نختار حد عشان يطور التحكيم، مين اللي يختاره؟ اللي يختاره لازم يكون مسؤول، يعني ايه مسؤول تحكيم؟ ايوه، هو اللي يختاره عشان يبقى عارف يختاره منين. أيوة، وليه ويعمل ايه. اذا هو السبب الحقيقه، خلينا نتكلم بوضوح وبصراحه، السبب هو انه وده اتقال من اعضاء مجلس الاداره او بعض اعضاء مجلس الاداره ان الانديه عايزه كده. خلاص انت استسلمت وقلت الانديه عايزه كده. الأندية عايزه خبير تحكيم ما يكونش مصري. الانديه يعني قالوا الانديه عايزه كده. واحنا بنريح دماغنا. خلاص. يعني عشان ابقى فاهمه حضرتك، انه الانديه بتقترح انه الخبير التحكيمي ما يكونش مصري. ما هو ده اللي اتقال، ان الانديه عايزه خبير اجنبي. طيب لو طب ايه السبب؟ يعني هل في اسباب معينه؟ الانديه لا تثق في المصري. اوكي، بس هو ده السبب، ما عنديش سبب تاني غير كده.
الا والا بقى يبقى احنا بنقول كلام وبنضحك على بعض. طب هو مش الفار كان نهى القصه دي؟ والله الفار واحد من التعديلات اللي حصلت على القانون وفي كل مكان في العالم، واعتقد انه من متابعتنا الفار عنده مشاكل مش بس في مصر، في اماكن كثيره جدا، حتى في الدوري الانجليزي. انا بتابع الدوري الانجليزي، حتى الدوري الانجليزي فيه مشاكل في الفار ما زالت موجوده، وما زال في الاستوديوهات التحليليه بتطلع حاجات غير منطقيه والفار ما بيتدخلش. اوكي، يعني حتى الفار عنده اخطاء. حتى الفار عنده اخطاء طبعا، ما زال موجود الاخطاء في الفار. انا بقول لحضرتك في اقوى دوري في العالم الدوري الانجليزي في مشاكل في في في, في قرارات الفار وفي اختلاف. طب ما تقول لنا كده يا كابتن، مثلا ايه اخطر خطا وقع فيه الفار مثلا في كاس العالم؟ ده كتير كتير يعني كاس العالم. كتير. ده احنا بنقول الفار ده يعني خلاص النهي بقى. اوروجواي خرجت من الدور الاول بسبب خطا في الفار. اوكي، الفار لم الحكم رفض يروح للفار ولم يعطي اوروجواي ركله جزاء. ركله الجزاء دي كانت هتوصلها للدور الثاني. المغرب لم تصل الى النهائي في الدور نصف النهائي بسبب الغاء بسبب عدم احتساب ركلتين جزاء في الشوط الاول. حضرتك بتقول لنا معلومات غايه في الاهميه. لكن حضرتك كاس العالم مع استخدام احدث التقنيات اللي هي يعني مش موجوده لا عندنا ولا عند غيرنا، كانت موجوده بس في كاس العالم. فانا مش عايز اقول ان ده شيء طبيعي عشان ما حدش بس يعني يعني ارجو ان الناس تستوعب فكره الفكر ان احنا انا ليه معترض. ايوه، انا ليه معترض زي ما قلت لحضرتك، لانه ما فيش سبب منطقي يخليني اجيب خبير اجنبي، مش مجرد ان الانديه عايزه كده. أيوة. انت اتحاد الكوره انت اللي بتدير اللعبه، انت اللي تاخد القرارات بدون مطالبه من الانديه وبدون ضغط انديه. ايوه بس. طبعا حضرتك وضحت لنا امور كتير جدا، ونتمنى كمان ان الكوادر المصريه تاخد فرصتها في الحاجات دي، ما يبقاش عندنا عقده الخواجه يا كابتن. يعني احنا دايما عندنا حته عقده الخواجه ان دايما الاجنبي هيبقى اشطر من المصري، مع ان احنا عندنا كوادر مصريه هايله الحقيقه. كابتن جمال غندور رئيس لجنه الحكام الاسبق، انا بقول كده صح؟ رئيس لجنه الحكام الاسبق صح ولا غلط؟ ممكن تكون الاسبق من يعني ايه ثلاث احقاب ورا بعض. يعني ايه نقول ايه طيب البوزيشن؟ يعني اخر مره كنت موجود مثلا من 4 سنين. من 4 سنين موجود فتره مؤقته وجي بعديها اكتر من مسؤول. خلاص احنا يبقى احنا صح، رئيس لجنه الحكام الاسبق. تمام، نورتنا وشرفتنا، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. شكرا. انا مش هعلق بقى يا جماعه على موضوع الكوره ده، عشان بيني وبينكم الفار والحاجات دي كانوا بيمليوها لي في الكنترول، وهم كلهم رجاله، فانا مش هعلق. اوكي.